ايوه يا استاذ جميل، ده انا جايبه لك صفق صحفي ما حصلش. ايوه انا اسفه جدا، اسفه معلش. ايوه ده انا يعني حاجه هتدخل لنا اعلانات بالملايين وهنبقى اهم توك شو في مصر ان شاء الله. جايبه لك سفاح النسا. انجي قولي له ان انا ما بقتش خلاص خايفه من السفاح. وكاميليا ما بقتش خايفه من السفاح. ايش يا خدامه انت كمان؟ ايوه استاذ جميل بحضرتك يعني ما تقلقش. لا تقرير ايه؟ ده انا جايبه لك شخصيا بشحم ولحم النهارده. ايوه هيبقى معانا على الهوا في البرنامج بالليل. ايه ده؟ انت مجنونه؟ انا ما ينفعش ابقى معاكم في الهوا، انا كده هقع. لا ما تخافش هسندك. طيب يا استاذ جميل سلام بقى، اشوفك بالليل ان شاء الله. انا عايز السحم. نعم؟ عايز السحم. انا اتاكدت انك عايز تستحمى. ابوس ايدك خليه يستحمى يا انجي، ابوس ايدك. يا سلام، اهو مش انت اللي متكلبشه معاه في الكلبش. طيب بقول لحضرتك ايه، انا ممكن اخليك تستحمى بعد اللقاء التلفزيوني مع الجمهور. لا انا مش هطلع تلفزيون ولا اكلم الجمهور الا لما استحمى. طيب تاخد وايبس مؤقتا؟ وايبس؟ وايبس ايه؟ عايز استحمى، عايز استحمى. بس معلش. ماما زمانها جاية بعد شوية جايبة لفا وصابون. قتلكم. طيب مساء الخير يا استاذ علي، على اذنك كده بس شوية. ايه ده؟ اهلا وسهلا. والله يا بيه ما عملت حاجة، والله العظيم ثلاثة دي غلبانة. فعلا انت عملت ايه يا وليا؟ عملت ايه؟ في ايه يا علي الاوفر ده؟ احب اعرفك الاستاذ لؤي. لؤي؟ لؤي مين؟ لؤي السفاح. لؤي وسفاح ازاي يعني؟ ما هو سفاح نسا. سفاح نسا وولادة. في ايه يا علي؟ هو ده وقت هزار؟ وانا مالي سفاح نسا ولا سفاح زفت؟ انت جايبه لي الراجل ده البيت ازاي؟ وايه الكلبشات اللي في ايدك دي؟ انا هفهمك يا علي، انت فاكر ان ده سفاح زي اللي بيطلع في التلفزيون والناس تخاف منه دي؟ اطلاقا ده سفاح طيب قوي، حبيب قلبي. مراته خانته في الاسانسير. أيوة. في الاسانسير؟ ايوه ما بين الدور الثالث والرابع، عارف الحيطه اللي بتبقى بين الادوار دي؟ أيوة. هي خانته هناك في الحته دي، من ساعتها بقى متعقد ما يحبش يشوف اي حيطان، فقلنا نجيبه هنا بقى عشان احنا دور ارضي فيبقى مرتاح نفسيا ويستحمى براحته. خلاص كان كده يستحمى. الراجل عايز يحسن اخطائه. ارجوك يا علي ارجوك، عايزك تفهمني كده وتهدى وتقف جنبي. اقف جنبك ازاي؟ انت بتقولي لي سفاح وعايز يستحمى، يعني اعمل ايه؟ اجيب له غيار؟ ممكن والله، يبقى كتر خيرك يا علي. وماله؟ اجيب له غيار؟ حاضر. انا هفهمك يا علي. بص اصل بصراحه حسين اول ما قبض عليه هو يعني قال لك مفيش مكان عنده في القسم فيجيبه هنا اهو لحد ما يفضوا له سرير. لا 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 خالص، هو بصراحه وافق ان احنا ناخده ونصور معاه يعني في حلقه للبرنامج علشان يساعد كاميليا، علشان هي مراته وكده، وانت عارف الراجل دايما يقف جنب مراته ويساندها في شغلها وكده يا علي. فيعني هو وافق ان احنا ناخده، وبعدين حطني في الكلبش معاه عشان ما يتوهش مننا. اوكي، فقلت تيجي تعملي الحلقه هنا في وسط جوزك وعيالك. انا شايفه ان دي بقت امور عائليه والمفروض ان انا انسحب. بقى انجي انا هروح للكوافير عشان الحلقه واظبط شعري والميك اب. لا 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 والنبي بتسيبيني بقى، هدخل ازاي معاك هو احنا متكلبشين كده؟ استني معايا نحمي سوا. نحمي ايه؟ انا ما حمتش عيالي اصلا. استاذ مستر سفاح يا طيب. ممكن تخلي بالك من انجي وانت بتستحمى وتعمل كده بس عشان هي ديها بتتعور. اوكي يلا. باي باي يا كاميليا. لا عادي ممكن تقولي كوكو، احنا بقينا فريندز خلاص. باي باي يا كوكو. يلا هفان ربنا يهديك. لا بصي علي انا عارفه اصلا ان الولاد النهارده في رحله وانهم مش موجودين فمش هناخد وقت على طول، بس لو سمحت ادخل معايا الحمام واحنا بنحميه. ايه ده؟ هي العيال مش هنا؟ كويس عشان الأطفال بتخاف من منظر الدم. الماضي انتهى لما خنقتها وعرفت ان انا قتلتها، اكيد حسيت وقتها اني ريحتها وابتدى حبها جوايا يزيد. صوت معفن وجميل
النبي يا عم علي بعد اذنك بس ممكن تلاقيه في ضهري من فوق. ما تخلص بقى يا جدع انت، انت عمرك ما استحميت ولا ايه؟ اخر مره استحميت كان عشان انضف نفسي من دمها. مين دي؟ حماتي. كانت دايما تسخن مراتي عليا وتقول لها ان انا ما بحبهاش، وانا كنت بحبها وبموت فيها كمان، بس فيها ايه يعني لما احب معاها ثلاث اربع حريم؟ ما انا قلبي كبير. معلش هما النسوان كده دماغهم فاضيه. علي علي ايه؟ ما احنا لازم نسايسه في الموقف الهباب اللي احنا فيه ده. يلا يا نجم علشان جمهورك مستنيك. ست انجي، انت عارفه خطيبتي الاولانيه قتلتها ليه؟ لا الصراحه ما اعرفش. عشان كانت دايما بتستعجلني وانا ما بحبش حد يستعجلني. تستاهل خسوقك. مين ده يستاجر يستعجلك؟ ده انت تاخد راحتك خالص، احنا ما ورناش اي حاجه. وراك حاجه يا علي؟ انا ورايا منين؟ لا خالص، خد شاور جل كمان وخد راحتك وتليف براحتك خالص. ممكن بس طلب اخير، عقبال ما اخلص الشاور جل ده ممكن استاذ علي يحضر لنا الغدا. انجي، هما الطلاق الشفوي سامحوا بيه ولا لسه؟ الماضي ابتدى لما علقتها وابتدى دمها جوايا يشيط، حسيت وقتها اني دفنتها. لا ايه يا عم انت، عايز اقلع الشنطه. بالراحه عليه لحسن يقفش. ها فراخ حط بلاش معايا توب. امسك امسك علي. اهدى بالله اهدى. لا 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 خد بس ماما زمنها جايه جايه بعد شوية جايبة لعب وحاجات تاتا جايبة معاها شنطة فيها وزة وبطة بتقول وك وك وك. يا انا يا ابني مفيش تصبيرة كده ولا حاجة؟ لا لا كل حاجة هتهتيجي في معادة حبيبي تلاقي. حبيبي في عندك دي امسح بيها زي ما انت عايز. شكرا. ما تجيبها انا اقطع عنها. لا بلاش انت السكين بلاش. ضميري ما سمحليش ان انا اسيب صاحبتي لوحدها مع السفاح. ايه حاتين دول؟ خد يا شاطر. شاطر استنى بس يا سمير. بتعمل ايه؟ دي كمالية صاحبة انجي. انا كمالية. سوري يا حبيبتي اصل النضارة جديدة فبلينها لسه. ايه بتعملي ايه هنا؟ انا بس اصلي كنت بفكر ادخل للسفاح جوه ولا ما ادخلهوش. ليه؟ ليه؟ انتوا صحيح عندكم سفاح جوه؟ في هنا سفاح. سفاح جوه؟ ايوه بس ما تقلقيش، انت فاكره من السفاح اللي هو وبيخوف ده؟ امال ايه؟ لا 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 ده سفاح طيب قوي، ده حكايته فظيعه تقطع القلب. ده حبيب قلبي مراته خانته في الاسانسير ودخل يستحمى. بيستحمى؟ ده سفاح كده. ما هو سفاح ستات لازم يسفح على نظافة. الله اكسلنت. ما تقلقوش انا هشوف واعرف حكايته بالظبط. فكرة ممكن تخشوا معايا نشوف السفاح. رجاء خش يا رجاء. لا انا 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 بخاف قوي من السفاحين خالص يعني. ما تقلقوش انا يعني هعرف لكم اذا كان ده فعلا سفاح نساء ولا لا. انا امراض نساء ابص ابص لسفاح النساء اعرف انه سفاح نساء ولا سفاح رجال ولا سفاح عيال. بيفرقوا الشكل. ماي جاد بجد. طب ما تيجي نشوف اتفضل. بقول لك ايه اول ما اشوفه عايز اخد معاه صوره سيلفي. سيلفي ايه؟ سيلفي يا رجال. وبعدين
حاسس انك خايفه انت معاكي سمير يا ماما. لا انا مش خايفه ابدا. انا مترعبة بس اول مره اشوف سفاح نفسي اتصور معاه بقى. والله حلو ونعلقها في الصالون جوه. انت بتبقى حلوه قوي لما تعملي بوز بوز الهبله وانت واقفه جنبيه كده صورتك تجنن. هي دي لافلي. يلا 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 نروح نشوف سفاح. لا ألف هلا وشفا. الله تسلم إيديكي. الله يخليك. حسين باشا بره يا فندم. خليه يا ابني اتفضل. حاضر. اتفضل يا حسين باشا. صباح الفل يا باشا. صباح النور. عملت معايا يا ستر رائد؟ وصلت لبقية أفراد العصابة؟ خلاص يا فندم قربت أوصل. وأنا خططت خطة محكمة. وجالي تنفاذة. خطة ايه؟ انا سبته يخرج مع مراتي وصاحبتها طعم ليه بحجة ان هم هيصوروا برنامج. طبعا هو لما يخرج هيحاول يتصل بافراد العصابة او على الاقل هيحاول يقتل مراتي، وده اللي انا عايزه الصراحة. وطبعا رجالتنا معاهم لحظة بلحظة وهيتدخلوا في الوقت المناسب. طبعا يا فندم طبعا. سلام. زي ما في ضابط ذكي في ضابط اقدم منه واذكى منه كمان. بس دي فيها مخاطره كبيره قوي يا حسين. مخاطره؟ انا عشان خاطر مصر اضحي بمراتي لو امكن. لا تنسوا الاشتراك في قناه شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.